هو الابليكيشن، اول ما تدخلون راح تشوفون انه هم عندهم كود فعال، عندهم يعطيكم 15% على الابليكيشن. الكود مالهم ريدي، الكود مالي يعطيكم 20 بدل 15، وباقي على كودهم يوم و13 ساعه و45 دقيقه. anyway راح اوريكم هنا عندكم 15% اوف، تقدرون تدخلون عليه على طول. هذا القسم تبون دريسز، تبون نظارات، تبون نيو ان توبس، اشياء حق البشره، شنو تبون تدخلون تطلبونهم. دخلت سكشن الهوم اللي هو الأغراض حق البيت، وايد حلو هذا السكشن، هم بعد عليه 15% على كل شيء، بس هم أردوا أقول استخدموا الكود مالي 20. أشياء حق الليفينج روم، غرفة النوم، المطبخ، تبون أكسسوارز، أشياء مثلا دوفيز، تريز، كل شيء أنتم تبونه راح تلقونه عندهم. خلنا ندخل الحين حق الـ Women section، راح أوريكم بعد أشياء وايد حلوة البسز. خلنا نشوف قسم الـ Discount، شوفوا كل شيء هني عليه بعد خصم، كل شيء أنتوا تلقونه. فحق البنات اللي بيرجعون حق الدوامات أو يبون يذهبون حق الجامعة حق الكلاسز، هذا هو الدرس مالي. شوفوا سعره كان 21.5، الحين صار 19 دينار. وعندكم شوفوا هذيل الدريسز انا احبهم، يعني هذا القميص اللي كنا قميص بس هو دريس. وعندكم اشياء جمب سوتس، تيشرتات يوميه، هم بعد الدريسز هني بعد حلوه. شوفوا هذيل اللونج سيت اللي اقول لكم عنه، وايد حلوين وايد ومريحين هذيل، حتى بالبيت او المفروض بالبيت بس هني مصورينهم جوتي رياضه. شوفوا هذا بعد تستاهل الونزيت، وايد حلوين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.